يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صحيح البخاري في قصة ضيف أبي بكر رضي الله عنه، وفيه قول زوجته: وقرة عيني لهيا، تعني الصحفة أكثر من قبل، فهل قولها وقرة عيني قسم بغير الله؟ والله ما شفت الحديث، أنا لازم يجيب لنا نص الحديث كاملا من أوله إلى آخر نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن سياق الحديث هو الذي يعين المقصود. نعم.